السلام عليكم، معكم سبيس كروستيز وجينا نهضروا على كورونا فيروس. فيروس كوفيد 19 أو كورونا هو واحد من الفيروسات اللي كتسبب فوعكات صحية خطيرة للإنسان. والمميز في كورونا فيروس هو أنه كيدوز من فترة كومون طويلة كتوصل ل 15 يوم، عاد كتبان الأعراض ديالو. وهادشي علاش الدولة باغيانا نبقاو في ديورنا باش الوباء ما يتنشرش بين الناس كيف وقع في دول أخرى. كورونا فيروس كيف ما سبق وقلنا فهو فيروس معدي كيتجاشر بين الناس عن طريق اللمس. هادشي علاش خصنا نحميو راسنا وناخدو الاحتياطات والتدابير اللازمة، والأمر بسيط، ما عليك إلا تغسل يديك لمدة 20 ثانية طيلة اليوم وبشكل متقطع، وتجنب لمس العين أو الفم. ما تسلمش وما تعنقش، وأهم حاجة ما تخرج من الدار إلا للضرورة. وهكذا غتكون حميتي راسك والناس الآخرين، حيت الوقاية خير من العلاج. المجهودات اللي كدارو حملات توعية والمطالبة بالتزام المنازل هي إجراءات وقائية باش نحمي راسنا وعائلاتنا وبلادنا. عاون بلادك، خليك في دارك.